يعني نسبة كبيرة ممكن او بيحسب. دورهم ممكن نقول، خلينا نقول اجتماعيا دورهم بنسبة كام في المية يخليها تراجع؟ يعني بنسبة كام في المية دي أعتقد الدكتور هاشم يقدر يجاوب عليها أكتر مني، لكن العالم كله مهتم بحاجة اسمها مينتال هيلث، صح يا دكتور؟ الصحة العقلية والصحة النفسية. الحقيقة احنا لسه ما عندناش الاهتمام ده، يعني احنا عندنا الموضوع ده رفاهية شوية، فأنا يعني بأناشد الدولة إنها تهتم بالموضوع ده، وتبقى الموضوع ده يعني تحت بند السرية. زي ما في خط ساخن كده للمدمن، في خط ساخن لسه النهارده وزاره الصحه خدت خطوه يعني تمام الحمد يعني لله، مبشره جدا، في خط ساخن بحيث بقى ان اللي انا حاسس انه عنده عايز يفتح بحيث بس يكون اللي موجودين على الخط ده ناس متخصصين. متخصصين، صحيح ويمكن دي خطوه في الطريق الصحيح. صحيح. الحاجه التانيه بقى المرشد النفسي بقى في المدرسه يرجع تاني، لان الحقيقه انا عندي هنا احصائيه ان معظم اللي في الثانويه العامه مثلا 21% ده وزارة الصحة، 21 و7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار. أنا مش عارفة هم وصلوا للموضوع ده إزاي، بس يعني النسبة دي طالعة وموجودة ضغوط على المذاكرة برضه. من ضغوط المذاكرة. طب ما برضه ده دور الأسرة ودور المدرسين، يعني أنت لو سقطت مش مشكلة، أنت لو عدت ترم مش مشكلة، أنت ممكن تحسن نفسك. يعني يا جماعة هو في إيه؟ هو مش كل واحد خلق الانسان في كبد، احنا ما اتخلقناش في الجنه، احنا كنا في الجنه ونزلنا منها. صحيح. ونزلنا عشان نعمر الارض، وعشان تعمري الارض لازم تتعبي، وهنقابل صعوبات اكيد في وهنقابل الحياه، مش صعوبات في نهايه الحياه، المطاف. لكن مش كل واحد تقابله صعوبات ان هو هينتحر. صحيح. ده دور مين بقى؟ ده دور الام اللي بتربي والاب، يجي دور المعلمين في المدرسه، يجي دور المرشد النفسي والاخصائي الاجتماعي، كذلك في الجامعه في مرشد اكاديمي وفي مرشد نفسي المفروض، لان في طلبه الجامعه برضو بيتعرضوا لمشكلات وضغوط. ما هو كان طالب جامعه وحل هندسه صعب. نعم، بس هو كل طلاب هندسه بينتحروا؟ لا لا ده, ده ده هو انا اسفه، هو الله يرحمه عنده هشاشه نفسيه. هو واضح انه من كتر ما عايز يعني يبذل قصارى جهده في حاجه معينه كان متفوق، فهو حاسس انه لا يعني ادى كتير او في شيء ما خلى مش النهايه، يعني للدرجه حتى دي. الان بصي يا ياسمين، مش للدرجه مش دي، يعني للدرجه في معيدين، في دكاتره، وفي اساتذه، والناس دي تعبت، واحنا لغايه دلوقتي بنذاكر على فكره. أي. مش معنى كده، وعندنا بيوت وعندنا اولاد، مش معنى كده ان احنا وبنعمل ننتحر، لا، بالظبط. ما في حد ضعيف وبنسوق نفسيا وبنتعرض، وحد لا، ولكن هو الهشاشه هنا باديه من الاسره، من الاسره. وان في مفيش وازع ديني، مفيش حاجه اسمها ربنا. فين ربنا؟ فين ان توكل، توكل على الله، فهو توكل حسبك. واقلها، يعني فين الكلام ده؟ لكن انا مجرد ان مثلا الدكتور يغلس عليا او ان انا ما عملتش اكتئب الدبار وانتحر؟ بتاعي، لا طبعا ما ينفعش.